رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعي القلوب بقول بارئها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.